نكمل بقى فيديو بسيوني المالت. يعني انا لما عملت فيديو امبارح على بسيوني المالت اكتشفت اني مش لوحدي والله اللي بحبه، ناس كتير كانت بتكتب لي كومنتس كمل فيديو بسيوني، عايزين بقيت فيديو بسيوني. فيعني يا بسيوني انت محبوب جدا والله يا بسيوني. خلينا اوريكم بسيوني المالت كان بيقول ايه في بقيه الفيديو وبعدين نكمل كلام. لما جبنا الصفقات انا المشكله مش عارف اكلم مين، يعني انت رحت النادي دلوقتي تكلم مرتضى منصور يقول انا معزول، اكلمه اقول له ايه؟ مش عارف يجيب بشيده حاجه. تكلم حد من الاداره اه انا باجي كلامي زي الجمهور اهو، ما تفتكروش انا بروحش اتكلم، انا بروح اتكلم من زمان قوي وبقول رايي من زمان، بس انا مش صاحب القرار. انا دلوقتي بواجه رساله للناس المسؤوله في نادي الزمالك عن الصفقات. لو ما جبناش بن شرقي هو فري اهو، ومصطفى فتحي فري، يا جماعه هاتوهم ولبسوهم في الحيط قدامنا. يعني هات مصطفى فتحي كده مضيه مضيه اللي بتقولوا ماضي بيرمز، هاتوا كده مضيه قدامنا وبعد كده يلبسوه في حيط بيرمز. بس انا شايف ده ماضي بيرمز، هاتوا هاتوا قول لنا كده هاتوا. وبن شرقي قلنا بنسبه 80% خلصان بقالي اكتر من 3 اسابيع، طلعوني كداب. طب بالنسبه للاعلاميين كلهم لما قالوا نسبه 80% خلصان، وقلت لكم الكهرباء هتوقف والجاب هيجي، اتوقف الجاب جه والكهرباء هتوقف والغرامه كمان، ما تبقاش كداب ليه؟ قلت لك فوق ال 35 هيمشي، بدوا بحمدي فتحي والشناوي ادوا له فلوس من تحت الترابيزه وقعد. طيب بس يوني مالت هنا بيتكلم في جزئين، اول حاجه بيتكلم على الصفقات وطبعا مصادره واخباره الحقيقيه جدا، انه قال حاجه مهمه جدا، قال لك مصطفى فتحي وبن شرقي لازم يجوا الزمالك. انا مش عارف اكلم مين في الزمالك، لان هعمل ايه يعني؟ هتروح تكلم مرتضى منصور يقول لك انا معزول، هتعمل ايه؟ قال يعني مثلا مرتضى منصور خلاص دلوقتي ما بيروحش النادي وملوش علاقه بالموضوع، الحاجات اللي بتطلع على قناه نادي الزمالك دي فيك يا جماعه وحاجات قديمه، ويقعدوا يجيبوا التقارير بتاعه الناس اللي في الاعضاء يعني في النادي، وهم يقول لك قد ايه هم بيحبوا مستشار مرتضى منصور وقد ايه النادي انجازاته تطورت والمباني تطورت والقطن بيتكلم مصري والحاجات دي. المهم يعني ان الكابتن باسيوني كان بيتكلم في حاجه مهمه جدا، لما اتكلم على بن شرقي قال لك انا قايل من بدري ان 80% والاعلام كله قال 80% ان بن شرقي في الزمالك، مش عارف ليه ما حدش بيتكلم دلوقتي. بس ما حدش قال 80% دي خالص غيرك، يعني ما حدش قال اصلا انه بيقرب من الزمالك، كل اللي اتقال ان الزمالك بيفاوض بن شرقي بس، دي الاخبار اللي اتقالت ومن بدري، والناس قالت ان بن شرقي بياخد 2.2 مليون دولار. كابتن خالد الغندور مثلا الشهير بخالد الغندور برده عشان الاسم الثاني بيضايقه وبيبقى تنمر وكده، مش هقول لا فطوطه يا جماعه مش هنعمل كده. المهم ان كابتن خالد الغندور قال امبارح ان هو مثلا عايز 2.8 مليون دولار، واقل حاجه ممكن ياخدها 2 مليون دولار. وبعدين قال جمله حلوه قوي، قال لك هو لما ياخد 2 مليون دولار اللي هم حوالي 60 مليون جنيه هيبوظ اوضه اللبس. شوف شوف ازاي يا اخي، شوف العقل، اتعلم من اخوك خالد الغندور. طبعا زيزو ياخد حاجه و20 مليون ومبوظ اوضه اللبس على زيزو ماشي، لكن هنبوظ على بن شرقي كمان؟ لا الموضوع كده يكبر، هو واحد بس اللي يبوظ الاوضه. المهم يعني ان بن شرقي ما حدش قال انه 80% قريب من الزمالك غيرك. انا عجبتني النقطه اللي انت بتتكلم فيها بالذات على مصطفى فتحي، يعني سيبك من بن شرقي وسيبك من اخبار بن شرقي، مصطفى فتحي انت عمال تقول للناس يا جماعه انتوا بتقولوا ان هو ماضي في بيراميدز هاتوه ومضوه وبعدين هو يلبس مع بيراميدز عادي عادي كده. يعني انت عادي ان اللاعب يمضي مع ناديين ملط؟ يعني انت عديت ليفل الملط بس انا مش لاقي اسمه اقوله لك. انت بالنسبه لك عادي ان لعيب مخلص وماضي مع نادي هاتوه يمضي معانا وبعدين هو يلبس في الحيطه؟ يعني ده قد ايه بيبين قد ايه انتوا بتهتموا باللعيبه بتاعتكم وبالصفقات بتاعتكم، وان اللعيب طبعا لازم يسيب كل حاجه ويمضي معاكم، يعني ملط هنقول ايه؟ طيب المهم ان الراجل الملط المحترم ده قال لك بقى ايه بقيت اخباره الموثوقه، انا قلت ان كهربا هيتوقف وهو توقف، وبعدين خد باله ان هو ما توقفش، قال لك وهيجي هيتوقف وهيدفع الغرامه. انت ملط لدرجه انك مش فاكر ايه اللي بيحصل حواليك، انت بس مركز في اللي انت قلته. والنقطه الاحلى من كده، وقلت لكم ان اللي فوق ال 35 في الاهلي هيمشي وهيبتدي بحمدي فتحي والشناوي يرادوه من تحت لتحت. مبدئيا الاثنين مش فوق ال 35، يعني دي معلومه ليك بس. حمدي فتحي ما وصلش لل 30 حتى، انت قعدت تقول ال 35 وال 30 ومش عارف ايه، حسين الشحات جدد، رامي ربيعه جدد، ياسر ابراهيم جدد، مفيش حد ما جددش، مفيش غير ايمن اشرف اللي زي ما قلت لك قبل كده كوكب الارض كله عارف ان ايمن اشرف مش هيكمل في الاهلي لان كولر مش مقتنع بيه، حاجه عاديه جدا ملهاش اي علاقه لا بالثلاثينات ولا بالتسعينات ولا بالسبعينات، عشان بس انت بتقعد تقفلم وتعمل لنا فيها عم الخبير صاحب المصادر. انت ملط يا بسيوني، انت ملط يا حبيبي، مهما حاولت مفيش فايده. فكمل اخبارك المهمه وكمل لنا طبعا مصادرك الموثوقه، واهم حاجه علاقاتك بالناس، لان كل اللعيبه دي انت اللي مربيها واحنا عارفين علاقتك بيها ايه وعارفين قد ايه انت بتبقى مصادرك موثوقه. وبعدين بتطلع تقعد تعيط زي اول الفيديو ده، زي الفيديو اللي عملته لك امبارح، وتقعد تقول الخاين والناس ومش عارف ايه. بس يوني انت ملط لدرجه ان محدش حتى عايز يديك خبر واحد صح. هات لنا خبر واحد صح يا اخي في مره، عشان الواحد يحس ان في روح كده رايحه جايه، ما يبقاش انت على طول ملط ملط ملط، هزهق والله.